في 19 من فبراير أقامت الجالية الجزائرية في تركيا حفلاً كبيراً في ذكرى التأسيس الثالثة للمنتدى الجزائري في تركيا. حضره عدد من رجال الأعمال والسياسيين وجمع من المقيمين. تضمن الحفل كلمة لمجلس الإدارة ومجموعة من المؤثرين الجزائريين في تركيا، بالإضافة إلى معرض مصغر لشركات الراعية للحفل. تأسست الجالية الجزائرية في تركيا عام 2019 لتصبح كما يحب أن يطلق عليها المغتربون الجزائريون الدار الكبيرة، ليحافظوا من خلالها على روح الوطن في اغترابهم. هو أول جمعية مرخصة لدى السلطات التركية تمثل وتجمع الجالية الجزائرية في تركيا. أهدافها تختلف بين الأهداف الثقافية والأكاديمية والاقتصادية من بما يخدم الرؤية العامة التي هي توطيد أواصر الأخوة بين أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في تركيا والاندماج والتواصل والتعاون مع الجاليات العربية والمواطنين الأتراك هنا في تركيا. للمنتدى أفرع عديدة في شتى الولايات التركية، وتختلف أنشطتها باختلاف الفئات المستهدفة، وتعد قونيا واحدة من أنشط الأفرع التابعة للمنتدى، كما صرح بذلك الأستاذ الجامعي في جامعة نجم الدين أربكان عبد الجليل عباس. طبعا الحمد لله، السنة الماضية كان تأسيس الفرع في مدينة قونيا، وبعد التأسيس سطرنا جدولا مع الجزائريين يعني الموجودين في مدينة قونيا، فكانت يعني جملة من النشاطات المتعددة المجالات، نشاطات دينية، نشاطات ثقافية، نشاطات اجتماعية. على سبيل المثال الحصر كانت يعني لنا نشاط اجتماعي مثلا على شكل قفف يعني ومساعدات مادية ومعونات يعني لعوائل سوريين ولعوائل يعني معوزة في مدينة قونيا. الأنشطة الثقافية مثلا كانت يعني موجودة احتفاليات، إحياء لأيام وطنية جزائرية وإحياء لأيام دينية كذلك، وبعض الأنشطة الرياضية التي يعني تجد فيها الجالية الجزائرية يعني متنفسها يعني من الغربة ومن البعد عن الوطن. والحمد لله نحن كعائلة واحدة يعني في مدينة قونيا نعيش يعني جوا عائليا مع بعضنا البعض، فلا نشعر بأننا يعني في غربة، لأن الجميع يشعر بالآخر أنه قريب منه. لا تقتصر مهام الجاليات العربية في تركيا على خدمة مواطنيها فقط، بل يتعدى الأمر إلى خدمة جميع العرب في شتى المجالات والمساهمة بالارتقاء في حياتهم وتلبية رغباتهم. والله أهم أهدافي علشان نحن كمجلس الجاليات العربية في تركيا بدنا نوحد صفوف العرب وصفوف يعني العايشين في تركيا بالنسبة للعرب والإسلام، يعني بدنا إن شاء الله نوحدهم اقتصاديا، يعني إن شاء الله نسوي لهم لقاءات تجارية ونسوي لهم لقاءات حق النساء ونسوي لهم تدريبات إن شاء الله في المستقبل، يعني بدنا نسوي تكاتف اندماجي بين الشعوب العربية في المستقبل إن شاء الله، نرتب فعاليات زي هذا إن شاء الله جالية المصرية بإذن الله إن شاء الله تعالى تسوي زي هذا، وبعدها الجالية المغربية والصومالية إن شاء الله، نحب ذلك إن شاء الله.